جدا باسم كل الضيوف الاجانب والمحليين. نشكر الناس في الخليل وبنشكر يعني الخلايلة الصامدين على أرض الوطن. بس حبيت أنا إنه أأكد قديش كان أثر الزيارة هاي في نفوس المجموعة مهمة جدا. فشكرا لكم، شكرا لمسرح نعم، واستمتعوا بالعرض. قبل العرض بلحظات بس كمان يعني بيسعدني استدعي المدير الاداري لمسرح نعم والمدير العام لمسرح نعم محمد عيسى، يسعدني بس الترجمه يعني عشان يحكي بالانجليزي. بالعاده غالبا احنا ما بنسويش كلمات قبل العرض، بس لازم احنا ننوه على نقطه مهمه جدا. يعني بالبدايه اسف. Usually we don't make speeches before our performances, but I would like to highlight or raise a very important point. نعتذر مسبقا عن الحراره الموجوده في القاعه. السبب الاساسي انه ما عندناش احنا كهرباء ثلاثة فاز، لانه بلديه مش بتعطينا، بلديه الخليل مش بتعطينا، يعني احنا بنجيبهم يحضروا مسرحيات بيجوش بيحضروا، بيروحوا بيفتتحوا مع بعض مع الاسف الشديد. We apologize because you know the hall is very hot and this is because that we don't have three phase connection. We are trying to convince the Hebron about the electricity, because when we have started our work here in Hebron, we had to get four individuals who were very interested to attend our performances. But now, you know, you can see that we have so many people who are attending our performances. This is why that we need the electricity and we need that people. ولسه الناس بتيجي زي ما انتم شايفين. People still coming. لما بنسوي احنا افتتاح، لما بنسوي افتتاح بنضطر نسوي الافتتاح على خمس عروض او على 10 عروض حسب نوع المسرحية. عشان يتسع يعني. لما بنسوي افتتاح بنسوي 10 عروض او 5 عروض او 8 عروض عشان المكان يتسع، لانه بروحوا اكثر من بيحضروا. اوكي يعني usually when we have a new production we have let's say more than 5 or 6 openings because it's not so easy to have a lot of people in the same hall as we don't have places and also because of the situation of the hall. اخر شيء نحكيه بالاصاله عن نفسي نيابه عن زملائي جميعا في مسرح نعم، بشكركم جزيل الشكر، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. اللي من رام الله واللي من مناطق اخرى ومن دول اخرى، اوروبيين امريكان فلسطينيين من الخليل من رام الله من كل مكان، شكرا جزيلا لكم. وتحملوا الضغط تبع الحر شوي، يمكن يكون جزء من العرض كمان يعني اذا بدكم، لانه هذول اثنين عايشين تحت الارض اوريدي. عايشين تحت الارض يعني. You are welcome. We apologize because of the high temperature of the hall, but you know, as those actors act a scene, or you know, the whole decor is about you know an underbasement, maybe you can consider it as a part of the performance. رجاء اطفاء الموبايلات، الخروج والدخول اثناء العرض بيسوي ازعاج، يا ريت نلتزم فيه. والتصوير بالموبايل فيديو و فوتو ممنوع، اللي بده صور هاي كواليتي يعني بجوده عاليه انا شخصيا مستعد اعطيه، بكتب لي او بعطيه كارت وبودي له. وفي عندنا تصوير فيديو ايضا هون، بنعطيكم كمان نسخه منه اذا بدكم، بس تصوير بفلاش وبدون فلاش ممنوع. شكرا جزيلا لكم، اهلا وسهلا فيكم. Try off your turn off your mobiles or at least silence them, and at the same time please don't take pictures because this will influence the quality or the performance of the act. واعطونا سف على مسرح اشتار. رجعت. هي انا رجعت.
Yep. صار وين راح دخاني؟ بلاقي معك سيجارة والله. خلاص اخذت. يابا لو تعرف وين كان محسوبك اليوم. ترين ستيشن يعني؟ لا ولا شيء، مليان ناس قاعد. يابا شو في ناس وشربت بيرة. انت شرفك على الطيب على الاثنين. تو بوكسز تو كان وكان في كشك تليفون ولا شيء، ناس بتلفن يعني. طيب انا ما تلفنتش، بس ضلتني واقف جنب الكشك التليفون واتفرج على الناس اللي بتلفن يعني. عملت منيح. كمان كان في صندوق بوكس بيبيعوا فيه جرايد تايمز وبوست بوست بالبي بوست او نيوز ويك. كمان نيوز ويك طبعا نيوز ويك. تعرف انا ما شريتش ولا جريده. انا شو بدي في الجرايد انا اشتريها؟ ما هو اخبار اليوم زي امبارح واخبار امبارح زي بكره عادي يعني، كل واحد. كمان كان في شبابيك فندوس. ايش شبابيك بيبيعوا فيهم التيكتات يعني؟ تيكت بوكس هي هاي فندوس، وناس رايحين جايين بيشتروا تذاكر. تعرف انا ما شريتش ولا تذكره، انا ضليتني بس جنب هيك بتفرج على الرايحين والجايين. عملت يا بيي. بعدين قلت لحالي يا ولد شو رايك تلف لك لفه على الصيف؟ ليش؟ لانه ببلاش. بتعرف انه انت بتقدر تلف كل المحطه ببلاش؟ ما حدش بيسالك وين رايح ولا وين جاي، ولا حتى حدا بيقول لك وين هويتك، مش زي عندنا يا احمد. مظبوط يا بيي. كانت تصفر وتصرخ صريخ هيك. ايش اللي تصفر؟ الدنيا برا برد. قلت لحالي يا ولد خلص امشي روح، وبلشت خلص امشي مروح. ولا يا ابو الشباب شو بشوف لك؟ ترين. كيف عليك؟ بالفعل ترين. دخلك على المحطة بكل هدوء. اما كذاك ترين عالمي، مليان كابينات من هذول اللي بيناموا فيه من الدرجة الأولى، ومليان قرمات ودعايات. أنا شفت لك هالشوفة وجمدت لك محلي، وسحبت لك سيجارة ولحت. هذا ضيفك؟ لا انا كان معي دخان، مليان معي دخان كان معي. بعدين هيك زلمه ما شفت لك حالي ولا وانا بحكي مع القطار والطريق. شو بقول له قرب انت مش رح تبعد اصلا اكثر من هيك. هيك وصلت، انت وصلت لعندي. انا واقف له ترين بقرب شوي 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 لحد ما وقف. كيف عرف؟ بالفعل وقف هو. وبعدين
ولا شيء، انا ظلت اتفرج هيك ولا هاي كل القصه. لا شو كل القصه؟ بعدين بلش العمال ينزلوا ولا 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 شو اسمه هذول العمال ينزلوا بالشراشف والاغراض وبلشوا لك ينزلوا، اللي حمل لك على كتفه بطانيه، واللي حمل لك على كتفه كبوت، واللي حمل لك على كتفه شمسيه، وانا واقف بدخن وبتفرج بدخن وبتفرج. اسمع، من حقي اتفرج صح ولا لا؟ طبعا من حقك. بعدين قلت لحالي يا ولد خلص روح، شو بدك في هالشغله؟ بلشت امشي هيك، طفيت السيجاره بدي اروح، ولا يا ابو الشباب شو بشوف؟ لا شو شوف؟ قمر مدت لك راسها هيك من الشباك وصاحت زي الغزال هيك، يا بورتر بورتر، كانت نادي على العتال. كيف عرفت انها كانت نادي على العتال؟ انا ما عرفتش العتال والعريف. دار بطن القوف عندها وبلشت تبربر معه من هون، وانا يا حبيبي قلبي نطلق برجلي من هون. اما عليها كسر، عليها جوز عيون، عليها شعر، وبقسم بالله كان واصل لهون. طيب ساعتها قلت يا ولد استناها لما تنزل، وبعدين نزلت. عاد حظك بالسما. خلصت؟ ليش بتضحك؟ ليش بتضحك؟ بوستها. نعم بقول لك بوستها. وين؟ لا نحن مكان وين؟ كشك التليفون. راحت تضرب تليفون، رحت وراها دخلت لك الكوش وادخل لك وراها وابوسها. ماتت على شفايفي، قالت لي اول مره بشوف بذوب طعم شفايف زي شفايف. لا بعدين يعني انت بتعرف انا طلعت يعني الناس حوالينا والعالم رايحه جايه، بعدين يا اخي طبعهم الغربي مختلف عن طبعنا احنا الشرقيين صح ولا لا؟ بعدين روحت. وهي هي كمان روحت. ما اخذتش عنوانها؟ ما رضتش تعطيني اياه. بعدين انا ما اصريتش يعني، هي كيف راح اضيع العنوان؟ وعنوانك انت ما اعطيتهاش اياه؟ مجنون انت يا زلمه، بدك اياها تعرف باي مزبله انا ساكن؟ هذول الناس هاي هاي الزلمه اللي اجى اخذها من المحطه، جنرال كبير كتفه مليان نجوم، يا زلمه اجالك بسياره يمكن طولها 15 متر فازلين. ليموزين. هاي هي كل القصه؟ حبتك وبوستها؟ مش عاجبك البوس يا مقلعك؟ لا عاجبني، ليش ما يعجبني؟ في احسن من هيك؟ بدك تعرف كيف كانت القصة؟ ما أنا حكيت. لا لا بدك تعرف بالضبط كيف كانت الحقيقة. والله إذا بتعرف باللي صار معي أكثر مني تفضل احكي لي. طيب خلينا نبدأ من الأول. شوف يا سيدي، اليوم الصبح لما قمت من النوم ووقفت على المرأة منشان تحلق دقنك مثل ما بتعمل كل أسبوع، ما كانش في بالك إنك بدك تروح على محطة الترين. ولما لبست بدلتك هاي وكندرتك هاي انبوز طويل لنفسي أعرف ليش بتلبسها. انت بتفكر الكندره هاي رح تغير من شكلك، رح تخليك محترم. الكندره هذه كل ما بتلبسها بتنشل كل حركه. هاي الكندره دفعت حقها مصاري كثير، دولار ينطع دولار. خلياكم. المهم بعد هيك شو عملت؟ طلعت على الشارع. من حق كل انسان يطلع على الشارع، بس العينين النظرات اللي كانت تلاحق وين ما كان، يا اخي من بعد كيلومتر كان بيقدر الواحد يعرف مين انت، انك واحد منا، ابن شعب. حكي فاضي اللي بتحكيه. نرجع لقصتك. وانت تتمشى في الشارع لقيت حالك قريب من السينما، قلت يا ولد خلينا ندخل. شوفي انا بحب السينما. طبعا لانه في السينما ما حدش بتطلع عليك، الكل بتطلع على الشاشه، وانت كمان بتطلع على الشاشه، بس انت كنت تشوف مجرد صور، اشياء بتتحرك، لا انت فاهم شو بيحكوا ولا ليش بيحكوا اللي بيحكوه، بس مش مهم. المهم تهرب من النظرات اللي بتلاحق وين ما كان وتشعر بالامان. بس في السينما في مشكله صغيره، لازم تدفع. انا اصلا ما عمريش رحت ولا دخلت السينما. بعرف لانك بتحبش تدفع، عشان هيك رحت على محطة الترين، لانه الدخول والفرجة هناك ببلاش، وغير هيك ما بتحسش بالغربة، لانه كل اللي في محطة الترين غرب، اصلا محطات الترين انبنت خصوصا مشان الغرب، بتكون مليانة ناس ودواو وكشاك تلفونات وجرايد. باي شو فيها كافيتيريا وكافيتيريات كمان. المهم انت شو عملت؟ انت قعدت تتمشى حوالين كشك الجرايد، قريب من كشك التلفون، وشربت بيرة. قصة البيرة هاي مشكوك فيها لانه حقها مصاري. دفعت حق. خلينا كمل. شربت عرصيف. خلينا كمل. يعني بدك تحكي انه انا ما كنتش عرصيف؟ كنت عرصيف. انا مصدقك كنت عرصيف وقعدت تدخن واجا الترين وقعدت تراقب في الناس وهم ينزلوا، واشي بديهي وطبيعي جدا انه تنزل من الترين وحده حلوه انيقه مرتبه. شفت هيك حكيتها بلسانك. بس قصة كشك التلفون هذه صارت بعدين في خيالك لما رحت على الحمام.
اجاك الخيال واخترعت قصة الترين، قصة البوس المزيفة. احكي لك بوستها يا زلمة. بلاش كلام فاضي. ابعد هاد الخزعبلات عن مخك. انت صحيح كنت واقف في محطة الترين وعم تراقب الركاب وهم ينزلوا، لما شفت المرة هاي حرقت اصابعك من قمعة السيجارة اللي كنت حاملها. السيجارة هاي كانت حريتك الوحيدة، كانت تسمح لك تسبح في احلامك وتسرح في خيالك، ولما كانت تحرق اصابعك كانت ترجعك للواقع وتذكرك انك مجرد انسان تافه مليان شهوة ورغبة وانانية وخزي وعار. ايش بديهي انك لما شفت المرة هاي بلشت تحلم فيها، مش لكونها مرة لا. وعلى فكرة أنا أشك إنك بتعرف إيش هي المرأة الحقيقية، لأنه المرأة الحقيقية بالنسبة لك مجرد ماكنة تفريخ مش أكثر ولا أقل. علشان هيك لما شفت المرأة هاي حسيت بالفرق الكبير بينك وبينها، حسيت إنك مش ممكن توصل لها في يوم من الأيام. عشان هيك سرحت في أحلامك وخيالك سرح وشفتها وتخطيت الحاجز اللي بيناتكو وشفتها رايحة على كشك التلفون وشفت حالك رايح وراها. بس السيجارة حرقت أصابعك. خلاص مش هذا اللي صار معك. إيش؟ مثل ما بدك انت يا سيدي. شفت المرة هاي وحبتك وحبيتها وباست ايديك ورجليك عشان ما تتركهاش، واجا ابوها الجنرال وادى لك التحية واطلقوا الالعاب النارية احتفالا بمعاليك، واخدوك اشتروا لك بوزة ازكي مايس كريم لانهم حبوك، لانك محترم وحبوك. مش هذا اللي صار معك؟ مبسوط هيك؟ تشرب شاي؟ بدي اعمل لك احلى كاسة شاي. الله يلعن ابو ابوك عرس. حتى الاحلام مستكثرها علي. انت سهلت؟ انت شو بدك مني؟ ليش سهلت عشان قلت لك الحقيقة؟ انت شو بدك مني؟ ليش دايما بتقمعني؟ ليش؟ يا عزيزي انا بساعدك عشان تضلك عايش في الواقع وتعرف مين انت، لانه اذا تركتك تحلم رح تضلك عايش في الاحلام على طول. اي احلام هاي؟ بقول لك انا كنت في محطة القطار. وهذا اكبر دليل على انك كنت تحلم. كنت ببحث عن شيء يريح لي، شيء يسعدني يبسطني. شفت؟ هذا بالضبط اللي بصير في بلادنا هناك على بعد آلاف الكيلومترات. بيزخرفوا الواقع وبيتعاملوا مع الأحلام والغيبيات على إنها حقيقة، وبتجاهلوا الحاضر والمستقبل. الحاضر التعيس اللي إحنا عايشين فيه سيتمخض عنه مستقبل مريض، مستقبل يشوه التاريخ اللي مش راح يرحم حدا. يا زلمة أنو تاريخ اللي بتحكي عنه؟ شو تاريخنا؟ تاريخ شعبنا؟ يا زلمة أنا شو بدي في التاريخ؟ أنا بقول لك كنت في محطة